دور بلبل. لمين راح تكون الغلبة؟ البوزيشن الأولى اللبنانية، البوزيشن الأولى اللبنانية. بومو على أرض الملعب أكيد عنده مهمة دفاعية. عياتك سوبر كاب، ربح الدوري، ربح الدوري الكرواتي وكأس سنة 2018. تسديدة ثلاثية عم يسجل ويلتشاري، دائما معه بومو. وهون البوزيشن بيكسرها، تورن اوفر على الفريق، دائما معه بومو. ويلتشاري، برافو ديفاس، برافو ديفاس يا بومو، عم يدافع بطريقه ممتازه على ويلتشاري. نورفال فيل بيستلم، بجرب يعمل الموف استدادته البعيده. إيلايجا توماس كمان عم يعطي جورج ويليامز، ويليامز بيخترق، بيروح بالترافيك، تبقى لأحمد إبراهيم عز الدين، عم جرب يلعب على القاسمة. أحمد إبراهيم بياخذ التسديدة الثلاثية، ما بترجع عز الدين، بلم الريبوند، برافو يا كريم، عز الدين بسجل، يا كريم، يا عز الدين. كمان ويلتشاري عم يمرر تحت السلة ونقطتين جديد، نقطتين وخطأ. فهيدي هو اللي بيلعب الفاست بريك، ممتاز هاللاعب، ممتاز هاللاعب، صار رصيد للقاسمة. أمير غوليزادي ما بينجح بالمحاولة، وين الريباوند يا شباب؟ وين الريباوند؟ رابع ريباوند لأرسلان قاسمي. ويلتشاري بيخترق، بيروح على السلة، ما بيسجل، وأوفنسيف ريباوند. المهمة بس الحرفوش بيخترق، بمرر لرضوان سليمان، رضوان بيسجل مع الخطأ. حلوة التمريرة، عم يصعبون لنا كثير حتى نقدر نطلع بالسلة. إذا بتلاحظوا دفاعهم، رضوان بعد عنده أربع ثواني بياخذ تسديدة صعبة، بيسجل رضوان، بيسجل نقطة السادسة. بومو بالديفنس، ويلتشاري عم يقدر يتخطى، مش معقول، مش معقول، ويلتشاري مش معقول. فهيدي خطر، خطر فهيدي، هو ماسك الطابة بسدد عن الارك، مش معقول، مش معقول. فهيدي بدنا ديفاس، ما فينا اذا ما بنعمل كود ديفاس بنجبرهم بالتورن اوفر. شوفوا فهيدي كيف عم يتلاعب مثل ما بده بالمباراه، ودور بالبل. كريم عز الدين، رضوان بياخذ تسديده صعبه، صعبه، تسديداتنا صعبين. دور بالبل، كونتنتينج لصالح كمال علينا. إيلايجا توماس تحت السلة بيعمل فيك، بيسجل على نورفل فيل. الفريق الحكمة عندهم بعد خمس ثواني، وهون كمان عم يسجل، مش معقول سليتهم. كريم عز الدين عم يطلب الطابة، كريم بيلعب على السلة، بمر لإيلايجا توماس، بيتعرض للبلوك. إيلايجا بيعمل الفيك، أحمد إبراهيم يعطي إيلايجا توماس على اللوبو. إيلايجا بجرب يلعب على السلة، بيسجل نقطة الخامسة. ويلتشاري دبل تيم، دبل تيم على ويلتشاري، بيطلع لبرا بفضي لزميله، وهون الطابة إيلايجا. جورج ويليامز عم يعطي التمريرة تحت السلة، بيسجل إيلايجا توماس نقطة السابعة. وصل له على إيلايجا توماس، ويليامز، ويليامز بيتعرض للبلوك شوت من نورفيل. شباب فهيدي عم نشوف جمهور الحكي عم يبلش يحط ضغط، ضغط كبير على الفريق الإيراني. قاسمي تسديده، مش معقول، مش معقول، عم يسجل نقطته الخامسة. كريم عز الدين بيخسر الطابة من أرسلان قاسمي، تمريرة بتوصل لفهيدي، بضيع المحاولة، مين بلم الريباوند؟ مين في غيره؟ بيسترجعوا الطابة كمان، ويلتشاري وأوفنسيف ريباوند من فهيدي، 18 مرات. رضوان سليمان يعطي عزيز، عزيز بسجل، عزيز. ويلتشاري بعد عنده أربع ثواني، ستيب باك، بسدد على الارك، ايه بده يسجل، اكيد بده يسجل اكثر. رضوان سليمان بحاول يمرر لباسل تحت السله، بيخسر الطابه، السله باسل عم يطلع الطابه لبرا عند رضوان، بمرر لباسل حرفوش، تسديده ثلاثيه، بسجل الحرفوش. باسل عم يعتر اودريغال، بعد في خمس ثواني، الطابه بتوصل لعمر جمال الدين، بطل عنده وقت عمر. بيخترق مع البورد، حلو كثير يا عمر، أربع نقط. ويلتشاري مع عمر جمال الدين بالديفنس، ويلتشاري بمرر لنورفيل بال.
بسهولة تامة بسهولة تامة. بلعة من سامي بمرر لباسل، باسل حرفوش بيعمل موف بروح على السلة بسجل الحرفوش 14 اوفنسيف ريباوند هيوج الرقم. الكورتر الأخير بمرر لباسل، باسل أو مش هيك مش هيك مش هيك، ما فينا نغلط هيك قويك. بمرر لأحمد إبراهيم، أحمد إبراهيم بروح على السلة ما بيسجل أحمد التب كمان ما بتنجح. أوفنسيف ريباوند بيخسر الطابة يمين كمان كمان الريباوند دفاع لصالح الإيرانيين. ونقطتين عم يسجلهم اللاعب، نحكي عن اللاعب القطري الصغير يلي هو ابنه للاعب ياسين اسماعيل الغني عن التعريف بقطر. تحت السلة بسجل بسجل كريم عزيز كمان ويل تشيري بمرر. أرسلان أرسلان كاظمي عم يسجل بيضيع الريباوند. أحمد بيعمل كنترول بكبها لقدام لباسل، باسل حرفوش. محمد سينا فهيدي صار عنده 20 نقطة بالجيم. باسل تسديدة بعيدة جدا عم يسجلها نقطة ال 11. بوبو بيرجع على أرض الملعب، بوبو يعمل درايف بيوصل على السلة بيسجل بوبو نقطة الثالثة بالجيم. ويل تشيري كاظمي ما بيسجل أرسلان، شوفوا نورفال فيل بلم الأوفنسيف ريباوند ما بيسجل بسهولة. باسل حرفوش سيكويك تسديده ثلاثيه بسجل السيكويك. كمان ويل تشيري بعد عنده ست ثواني عم يخترق بيتعرض للبلوك شوت وامين هون السيكويك بيعمل الريب. ويل تشيري رح يلعبها فير بلاي اكيد. والمباراة إذا عم تنتهي، فريق غورغان للمرة الأولى بفوز بلبنان على أحد الأندية اللبنانية، وهالمرة عم يقدر يفوز بمباراته الأولى لإله بفوز بلبنان على حساب فريق الحكمة.